وفي ذات السياق أكد مجلس الحكماء والأعيان في فزان وقبائل تبو هناك في بيان لهم تأييدهم الكامل لحملة التفويض الشعبي للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن تولي زمام أمور البلاد لمدة 4 سنوات. نحن قبائل تبو بصفتي رئيس مجلس حكماء تبو ورئيس حكماء تبو بصفتي رئيس مجلس حكماء وأعيان فزان، كل قبائل فزان، كل شرفاء فزان يؤيد تفويض المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر للتولي زمام الأمور في الدولة الليبية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. نحن قبائل الجنوب كلنا فداء للكرامة وللوطن للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة بن قاسم حفتر، نؤيد تأييده، نؤيد تفويضه تولي زمام الأمور في الدولة الليبية بعد يوم 17/12. نحن لا نعترف إلا بالمشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر رئيسا لليبيا، وهذا أحد منا كقبائل الجنوب بصفة عامة وتبو بصفة خاصة، ونحن مع الوطن، مع بناء الوطن، نحن ضد العملاء وضد الخونة، ضد الاستعمار، ونحن مستعدين، قدمنا كقبائل تبو 500 شهيد في ثورة الكرامة، مستعدين أن نفني كل قبائل تبو من أجل يبقى الوطن. نحن مع الوطن، مع الكرامة، ومع الحق.